السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضراتكم. أنا اسمي سمير حسن وشهرتي سمير الخطير من مركز زازية الشرقية، ومتغرب من الشرقية علشان خاطر موضوع الفن المسرحي، ومقدم فن مسرح مع الأستاذ محمد إسماعيل. ولحد الآن يعني بدفع فلوس لحد دلوقتي عشان أوصل للفيلم اللي أنا عايزه، مش عشان أنا والله العظيم، أنا عن نفسي أنا مش عايز فلوس، أنا عن نفسي عايز حب الناس وأهلي وعزوتي والجمهور كله يشوفني اللي أنا لسه مبدأ على أصل، ودي طبع الرجولة فينا برضو عشان أنا متربي على طبلية أبوي، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. لا أنا كملتش تعليمي، الدنيا ياما بتخبط في الواحد ما كملتش تعليم، بس انا الحمد لله بعرف اقرا واكتب احسن من اللي معاه شهاده، فالدنيا دي بيقولوا زي ما بيقولوا عليها بالظبط كليه بتربي وتعلم، واحنا اتعلمنا المرمطه كلها، ولسه ياما هنشوف وهنروح وهنيجي هتمرمط تاني عشان اوصل للي انا عايزه. انا حضرتك انا حلم حياتي اللي انا اقدم مسرح او سينما، بس المهم اللي انا اشتغل مع الناس اللي هي يتقال عليهم فنانين، وانا نفسي اقابل الناس دي واشتغل معاهم. انا عايز من ناحيه التعليم امره سهل، انا عايز اكافح طول ما يعني ربنا مديني الصحه اشتغل، واشتغل برضو مع الناس اللي هي يتقال عليها فنانين فعلا، مش اللي اتعلم وبس، لا واشتغل معاهم اعمل مجهود كمان. شغال مع استاذ محمد اسماعيل فرقه تغريد الامل، اكشن معاكي، تراجيدي معاكي، كوميديا معاكي، شغال اللي عايز ياكل عيش لازم نشتغل في اي حاجه. انا كنت مقدم في اكاديميه تغريد الامل في الدقي، وخلصت الاكاديميه كنت في عماد الدين في احمد عرابه في رمسيس، ولحد الان يعني بروح. انا عرفتها من على ايام الجيش وقعدت اتابع معاهم لحد لما وصلت للاستاذ محمد اسماعيل، ولحد الان بقى لي 5 شهور معاه يعني متدرب مسرح خطوات ودخل اكاديميات ودافع فلوس. انا اللي زعلني بكلم الاستاذ محمد قال لي لا تدفع 650 لما انتش تيجي خالص، فانا لما ابقى صعبان عليا ابقى واقف الوقفه ديت وفي الساعه وابقى دافع 2500 ولسه في 650، وفي لاجي اخر يقول لي مالكش حاجه. طب ده كله فين يعني عند مين يعني؟ المسرحيه اللي هتبدا هو بيقول لي هتبدا، بس الله اعلم بقى هتبدا ولا مش هتبدا، بس المسرحيه اسمها بحب الاهل، وبس هي الفخر المسرحيه بتتكلم على اهلي وعلى زمايلي، بتتكلم على جواز وبتتكلم على مازون وفرح والكلام ده. بس هي فعلا كانت في الاول بتتكلم عن الاهل. انا قعدت 3 سنين باخدهم في مجمع الجلاد الطب العسكري وعند الكليه الحربيه، خلص جيش بقى لي سنه. فانا لما خلصت جيش يعني الدنيا برضو اثرت معايا في البلد وكده، فانا قلت لازم برضو يعني بابايا مش سايبني في حالي على طول، الدنيا يعني مرضياني حتى بابايا، فانا قلت له لازم انا اكافح واواجه الدنيا عشان تشوفنا احسن من كده، وفعلا انا اثبت له ده. ورد عليا ناس كتير ممثلين وصورت معاهم وسلمت عليهم، وناس صحابي كانوا يشتغلوا في الموضوع ده برضه، فانا قلت احب ادخل المجال ده. انا ما كنتش شغال هنا، بس الظروف اللي حجمت عليا اشتغل هنا عشان ابقى قريب من اكاديميه الفن. انا ما كنتش شغال هنا، كنت بنزل باجي من الشرقيه لمصر مخصوص عشان الموضوع ده، ولحد الان بجادل فيه كل يوم، كنت باجي يوم ويوم وساعات يومين في الاسبوع ورا بعض. لا ما فيش سكن والله، كل ما اروح سكن اللي تقول لي 600 تامين و600 ايجار، وانا يعتبر بشتغل باليوميه يعني اللي انا بطلعه بصرفه على الاكاديميه. و1200 يعني كتير بالنسبه للشغل هنا كتير. ببات في المسجد دوت، ساعات ببات هنا ورا لو حضرتك شايف. احسن ممثل يعني الممثلين كتير، بس احسن ممثل انا حبيته ونفسي اشتغل معاه الفنان العظيم احمد عز، نفسي اشتغل معاه.
انا بقول لك يا فنان انت راجل عظيم، وانا والله العظيم انا بحبك. يعني اول فيلم انت عملته انا حبيتك من شخصيتك واخلاقك العاليه. هنا يا باشا انا احسن مسلسل شدني لي اللي هو بتاع الادهم، الادهم دي اللي تشدني لاحمد عزك. والفنان برضو العظيم احمد السقا قابلت الفنان احمد السقا في المستشفى اللي كنت بخدم فيها، بس برضو يعني مفيش يعني موقف اللي انا اخش عليه واكلمه، لسه انا كنت في خدمة الوطن برضو. انا بتمنى كل اللي يشوفني بقولهم ازيكم عاملين ايه، ودعوة امي برضو وابويا يوصلوني اللي انا عايزه، وبقول لكم كل سنة طيبين على سنة 2021، وانتوا برضاكم انتوا وبكلامكم انتوا اللي هتخلوني اوصل اللي انا عايزه، علشان انا مش وحش ولا زعلت حد. لو عايز حد يديني فرصة اللي هو يستقبل مني شغل، وانا هوريه الشغل، علشان احنا اتمرمطنا في الدنيا وبنذاكر برضه، مهما نروح وبرضه هنتعلم. انا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين على سنة 2021، والشغل يثبت لكم، وعايز اقول لكم هتشوفوني كلها كام يوم على الشاشة، وما تخافش يابا انا هثبت لك اللي انا بكافح في اي حاجة، عشان انا حابب اللي انا عايزه وهوصل له، وهشرف بيك في اي مكان، وبرضو على مبدأ واصل. وعايز اقول لكم انتظروني قريبا مع الفنان المبتدأ سمير الخطيب. شكرا.